بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، اليوم راح نستكمل وياكم الجزء الثاني من المحاضرة الثانية سيرجري، اللي هي أيضا بعدنا بالآي في فلويد. Types of IV fluid. We have a crystalloid and alkaloid. A crystalloid composed of water and electrolytes. The first one is glucose or dextrose. 5% أو 5% glucose، هذا اللي احنا نعرفه بالglucose water. Is isotonic. Contains small amount of glucose. 50 gram per liter. The liver metabolizes glucose and water rapidly equilibrate in all fluid compartment. So it is useless as a resuscitation, but used as a hydrated fluid. Excess amount of glucose water may lead to water overload and hyponatremia. هو احنا نعطي جلوكوز ووتر، هذا 5%، هذا ما نقدر نستخدمه للريسستيشن. ليش؟ لانه راسا يروح للسيلز يتوزع، ما يبقى بالاكسترا سيلولر، يعني ما يبقى بالبلد. الجلوكوز مالته كميه قليله وراح يصير لها ميتابولايز بالليفر، فيبقى بس الووتر يتوزع بسرعه، وهذا ما نقدر نستخدمه از ريسستيشن بات از rehydrated or hydrated fluid. و excess amount can lead to fluid overload and hyponatremia. We have hypertonic glucose 10% or 50% used for treatment of hypoglycemia. هاي إذا شايفيها القنينة اللي يصير 50 cc، هاي hypertonic، نستخدمها عادة بالهايبوغلايسيميا ويكون الإفكت مالتها فاست. زين، but it is irritated to vein and infusion site must be inspected regularly and after saline. After that we must flush it or wash it with saline. Okay، هذا اللي هو هذا الهايبرتونيك اللي نستخدمه ب treatment of hypoglycemia، هو يكون سايد افكت بي ريتنت للفين، فلذلك لازم we inspect the injection site or infusion site regularly and wash it with normal saline. The other one is normal saline. 9% saline has about the same Na content as plasma, 150 millimol per liter. It's equilibrate rapidly via extracellular compartment. شوف هذا يروح وين؟ للإكستراسيلولر compartment. So and take long time to reach the intracellular compartment. So it is appropriate for fluid resuscitation and hydration. هذا ممكن نستخدمه للريسستيشن لانه راح يبقى وين؟ بالاكسترا سيلولر كومبارتمنت. اوكي، هذا النورمال سلاين اللي معروف. عندنا هاف نورمال سلاين 0.45% ان اي سي ال اور هاف نورمال سلاين. اتس ا هايبوتونيك، هنا الصوديوم مالته كلش قليل، نصف الكمية مال الصوديوم. Hypotonic fluid that provides free water when compared with normal saline or when compared with sodium content. يعني هنا الفلويد أكثر من الصوديوم، زين، فلذلك نستخدمه بالتريتمنت اوف هايبرتونيك بيشنت. يعني احنا عندنا بيشنت هو هايبرتونيك، أعطيه هذا المحلول الهايبوتونيك حتى شنو أعالجه. الهايبرتونيك ديو تو برايمري ديبليشن اوف اكسترا سيلولر فلويد، يعني هو هايبرتونيك، اكسترا سيلولر فلويد عده قليل، فلذلك اعطي هذا حتى يسوي لي يعادل لي الهايبرتونيسيتي. سيروم صوديوم ماست بي كلوزلي مونيتر، لانه هذا قليل فممكن يسوي لي هايبوناتريميا، لان الصوديوم بي قليل
فممكن يصير هايبوناتريميا، لازم اني اراقب الصوديوم. The other one is hypertonic saline 3%. هذا hypertonic. Provide a significant sodium load to the intravascular space. Use very infrequently. قليل استخدامه. Cause significant shift of water balance between the extracellular and intracellular fluid. Used to treat severe symptomatic hyponatremia. هذا هو هايبرتونيك. مثل ما قلنا بالهايبرتونيك شنو صفاته؟ انه ينقل الووتر from extracellular to intracellular، from extravascular to intravascular. الفصل راح يصير هايبرتونيك من نطي هذا السلاين، فلذلك راح الووتر ينقل من السيلز من البادي، وين راح يصير؟ بالانترافاسكولار كومبارتمنت. اوكي، مثل ما قلنا من التركيز الواطئ الى التركيز العالي. عندنا بعد ال 5% ديكستروز اند هالف نورمال سلاين. This is also hypotonic لانه هو النص hypotonic، والديكستروز هم hypotonic قلنا عليه، فهو هذا hypotonic that is commonly used as a maintenance fluid. Use once fluid deficits have been corrected with normal saline or Ringer lactate. هذا هو يستخدم بالمينتنس، مو يعني بالبدايه بالاكيوت ديفيشنسي او بالاكيوت ديفيسيت، لا، اول مره احنا نصلح الاكيوت ديفيسيت وذ نورمال سلاين اور رينجر لاكتيت، بعدين يلا ننطي هذا الهالف نورمال سلاين والديكستروز. بيكوز اجين بيكوز اتس هايبوتونيك سيروم ان اي ماست بي كلوزلي مونيتور because the risk of hyponatremia. Okay. We have dextrose saline, which is 1/5 normal saline. هو هذا اللي قلنا خمس النورمال سلاين اللي نعطيه لمن؟ نعطيه للأطفال. It's isotonic, containing 0.18% saline، لأن خمس، and 4% glucose. It has the amount of Na required for normal fluid maintenance. أيضا maintenance when given 10 hourly in adult، يعني ورا 10 ساعات من نطي للأدلت. But it's now must be or most commonly used in pediatrics. هسه هو قلنا هو هذا الخاص بالبيدياتريكس. Hartman contain Na Cl, lactate, potassium, bicarbonate, calcium. It's an alternative to the normal saline, and some consider it as more physiological. لأنه يحتوي على هاي العناصر، فهو يستخدمه كalternative للnormal saline. قسم يعتبرونه أكثر physiologian than normal saline because normal saline only salt and water. This is contain many elements. Okay. The other one is Ringer lactate solution, the closest fluid to serum composition, but with limited practical value. أقرب واحد إلى السيرم composition، لكنه ما عنده أي استخدام عملي. Used for fluid resuscitation after the blood loss in the trauma, surgery or birth. It has been used to induce urine output in patient with renal failure. استخداماته بالblood loss بحالة التروما السيرجري والبرن، ونستخدمه أيضا to increase urine output in renal failure. The other type is colloid. احنا خدنا الكريستالويد. Now the colloid is a resuscitation. هو هذا من أساسه هو resuscitation fluids that restore and or increase the intravascular oncotic pressure. They produce a more lasting expansion of intravascular volume than crystalloid, which is rapidly enter the interstitial tissue. So as it's stay in intravascular space, so it is more used in resuscitation. Okay.
هو هذا اللي يسوي expansion، لأنه شنو هو راح يبقى وين بالبلد vessels، ما يروح للخارج، فلذلك هو يستخدم بالرسستيشن. عندنا أول واحد هو جيلوفيوزين is a succinylated gelatin bovine collagen، كولاجين مخدي من البوفاين، which has a half life of about 2 hours in plasma and is associated with increased bleeding time in post operative patient. شوف هاي لازم نخليها بالحسبان، انه هو ممكن يزود البليدنج تايم in post operative patient. The other one is dextran is a glucose polymer mixture that has a plasma half life of 2 hours. It has been associated with anaphylactic reaction. ممكن يسوي anaphylactic and profound coagulopathy. ويسوي لنا coagulopathy. هنا coagulopathy، هنا عندنا increased bleeding time and so on. His or hydroxyethyl starch preparation. They have a widely differing plasma half-lives and effect on plasma expansion. هم يسوون expansion، لكن هنا يعني عدة preparations وكل واحدة لها different half-life time. The other one is albumin is a naturally occurring plasma protein sterilized by ultrafiltration. We have 5% albumin is isotonic. 20% albumin is hypertonic. حسب احتياجي أنا شنو اللي أحتاجه أستخدمه. Indication for use as a volume expander are very limited. هنا استخدامه limited، يعني استخدمه ممكن بالحروق، ممكن بغير شيء. الألبومين عندي بعد البلد أيضا يعتبر كولويد، بليتليت أيضا يعتبر كولويد، FFB اللي هو Fresh Frozen Plasma أيضا يعتبر كريستالويد، and Cryoprecipitate أيضا يعتبر كولويد. هسه الى هنا انتهت المحاضرة هاي مالتكم، محاضرة بسيطة يراد شوية تركيز عليها، وان شاء الله اتمنى لكم الموفقية والنجاح الدائم، وشكرا لكم.